هذا صعبة صعبة جدا. سلام، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ قبل ما نبدا ياسمين هتقول لكم حاجه. شكرا على دعواتكم جميله جدا، وسؤالكم عليا من اخر بوست نزلته، ناس كتير قوي بعتت لي على الفيسبوك على انستغرام يسالوا عليا ويطمنوا عليا، وحابه اطمنكم عليا اللي هو ان انا الحمد لله كويسه دلوقتي وبقيت احسن، وان شاء الله يعني هبقى احسن الحمد لله. انا ماشيه على الادويه وعلى راحه تامه، يعني هو مفروض راحه تامه ما اتحركش خالص. بس يا جماعه، ياسمين كانت عايزه تاكل محشي، والنهارده انا عملت محشي لياسمين. لا انا انا حاولت اقنعه مش هيعرف يعمله وانه اكله صعبه، بس هو مصر ان هو هيعرف يعمله وان هي اكله سهله، فهنشوف بقى افضل هيعرف يعمل محشي ولا لا. يا انا عملت محشي بالزبط. يعني اي حاجه هتبقى حلوه بالنسبه لي والله. حلوه حلوه. بس يا جماعه، انا شفت فيديوهات كتير على اليوتيوب لمحشي، وانا عملت الليستة للشوبينج، وبعديها انا رايحة في السوق للسوق. يلا بينا، يلا بينا معايا للسوق. هو بس اللي هيروح، انا هفضل هنا مستنيه. يا جماعة دلوقتي بقى انا رحت السوق عشان انا اشتري طلبات. معايا علي اخو صغير، واحنا على سكوتر. يلا بينا. لازم بدور الكرومبو كبير، وده صعب قوي عشان هو مش موجود هنا. بصي بقى ده كرومبو هنا. ماشي يا جماعة، اخيرا لقيت واحدة. ده اكبر كرومب في السوق يا جماعة. انا مش عارف ده حلوة ولا لا. سب سے بڑا والا نکال کده طماطم کمین. و یہ کتنے کا ہے؟ 50 روپے کلو. وہ تو رہا نا ماشا 60 روپے کے جی. انا اخذ واحده طماطم. طماطم واحده. علي الشطور بيساعدني اختيار طماطم، وكمان هشتري كزبره، بس ما فيش بقدونس. وعايزه اشتري شبت طلع اسمه في الهند صويا، هشتري واروح البيت ابدا اعمل محشي. هو بعد كده انا هنسلو في المية. يلا مين؟ لا انا عارف لوحدي. بسم الله. هذا صعبة صعبة جدا. افضل عمل الاختراع ده علشان يوفر وقت في تقطيع البصل. البتاعة دي يعني من اكتر الحاجات اللي حبيت استخدامها هنا، مش عارفة ليه مش منتشرة عندنا. بعدين بقى هتخليه مكعبات ازاي؟ افضل بقى هيورينا التكنيك بتاعه في تقطيع البصل. دي كوباية حديد. Be sharp edge, Anna. Make it like this. Mishi. Mishi. Scoreboard. What's the table? The coins. Oh, the coins. Valera. Oh, coins. ايه دي الكرومب مسلوق يا جماعة، بس شكله تخين قوي. انا مش عارف ازاي هطلع المحشي في الاخر. معرفش، هو تخين شوية بس اظن هينفع، يعني هنفع. انا اكل كل حاجة دلوقتي بقى. ايه
صعبة ولا سهلة؟ صعبة. أنا كنت حاسس ده صعبة. أنت في الأول قلت لي سهلة. في الأول في غير رأيي. طماطم. ودلوقتي بقى أنا هطبخ الطماطم عشان أنا هعمل الصلصة. يا جماعة كل اللي فات ده كوم واللي جاي في الكوم تاني. بعد ما حطيت كل حاجة على بعضها كنت فاكر أنا خلاص كده، لكن لا كده ده رز مظبوط يا جماعة. انا شفت فيديوهات كتير بالفوحة كده. يلا لا ده وحشة. انا بنعمل كمان تاني. ده اول محشي شكله وحشة قوي برضو. يا جماعة أنا من نص ساعة بس خلصت 10 محشي. مفيش في الهند ولا أكلة بتاخد وقت ده كله. وتحية للأمهات المصرية، ازاي بيعملوا ده كله؟ وكمان بيعملوا حلة كبيرة قوي في العزومة. انا فاكر ياسمين ان هي عملت حلة كبيرة ليا وكمان انواع كتير. شكرا جدا يا ننا على حلوة اكلة وصعبة. ودلوقتي بقى انا هاخد طبق لياسمين وبتقول لي رأيها ايه في المحشي بتاعي. ماشي يا جماعة ده محشي. انا دلوقتي افتح بعد بصي بقى ده لذيذ جدا. لا لذيذ جدا والله. مين انا جاي؟ محشي. لا شكله. يلا بينا. اولا ريحته حلوة جدا. بسم الله. هلو رأيك ايه؟ رأيك ايه؟ تحفة. تحفة. والله؟ انا ما كنتش اتخيل انه هيطلع كده بجد. انا فرحان جدا. افضل بجد. انت عملته حلم يعني. انت مفروض تنافس بقى. اول حاجة هو ريحته زي ريحة المحشي بتاع ماما ونفزة. تاني حاجة طعم جميل برضو. ممكن اختلاف المكونات شوية اثر في الطعم، بس هو طعمه حلو يعني. انا صراحة عجبني جدا. وحاجة جميلة يعني هقيمها تاخد 8/10. يعني 8/10 بالنسبة لحد لسه بادئ اول مرة يعمل محشي في حياته. يعني 8/10 يعني حلو. حسستني ان انا في مصر تاني. بقالي سنتين ما اكلتش محشي. وشكرا ليكو على متابعتكو. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وانا هكمل اكل علشان جعانه جدا. قدروا المحشي اكتر من كده يا جماعة. قدروا المحشي. يلا بينا اشوفكو فيديو جديد ان شاء الله.